تمنيات العام الجديد بقت خلاص على الأبواب، الجميع يتمنى بجد أمنيات، وحلو جدا إن الإنسان يكون عنده هذا القدر من التفاؤل. التفاؤل بيجيب تفاؤل، فكلما تفاءلنا وكلما حيينا بعض وكلما عيدنا على بعض، كلما حلمنا كده بأشياء إن شاء الله جديدة وإن شاء الله مفرحة وإن شاء الله بخير رغم أي شيء، ده ممكن فعلا ياخدنا إلى جو من التفاؤل. أتمنى النهاردة في خميس التاسعة تكونوا معنا، عندنا عدد من الفقرات إن شاء الله نحاول إن احنا تستمتعوا بيها ونقرأ هذه الأخبار ونتفاعل معكم، ويكون أيضا عندنا لقاء لطيف يوم خميس، وهيكون بالنسبة لي آخر خميس في سنة 2022، علشان نستقبلكم بإذن الله جميعا التاسعة مع عام جديد بإذن الله. من يوم الحد يبدأ العام الجديد. تعالوا نبدأ أخبارنا ليوم الخميس. الحقيقة الخبر ده هو خبر خاص جدا بكرة القدم بشكل عام وليست فقط البرازيلية. توفي اليوم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه. بيليه هو الفتى الذهبي كما يلقب حتى في العالم وأيضا في البرازيل. توفي بيليه عن عمر 82 عام بعد معاناة من مرض السرطان. الحقيقة بيليه من أعظم لاعبي كرة القدم، تمكن من خطف قلوب وأنظار المشجعين لمدة عقدين من الزمان، لعب خلالهم مع سانتوس البرازيلي اللي حصد معه الدوري 6 مرات ومنتخب البرازيل الذي كان هدافه الأعظم برصيد 77 هدف في 92 مباراة رسمية. متخيلين الرقم عامل إزاي؟ بيليه كمان الفتى الذهبي هو رابع أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم. أذهل الحقيقة بيليه، يعني أذهل الجميع بأدائه وتحركاته الساحرة، يعني كان معروف عنه المراوغ اللي بيلاعب اللي بيحرك الكرة بفن ومهارة، وأذهل دائما اللاعبين والمشجعين بأسلوبه. السرعة السرعة حتى كانوا بيسموه أنه بيرقص زي السامبا والرامبا البرازيلي. حصل بيليه البرازيلي على أعلى أفاق يعني ممكن حد يحصده في عالم كرة القدم، وأصبح سفيرا عالميا للرياضة بشكل عام. الوقت معروف بأنه كان بيلعب حتى زي كرة الشراب، وكانت كل الـ 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 الكرات اللي هي زي الشراب المحشية زي كرة الشراب اللي عندنا، لأنه ده كان الحقيقة دي كانت بداية كرة القدم في العالم كله. بيليه هو الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، أعوام 1958، 1962 و1970، وده طبعا إنجاز لم يحققه طبعا بيليه. كانت لمصر حيث وطأت الأقدام الجوهرة السوداء زي ما بيقولوا لأرض الكنانة مصر مرتين. الأولى كان عندما كان لاعبا في صفوف سانتوس، وده كانت مباراة ودية ضد النادي الأهلي، والتانية عندما جاء في 2014 وده كان حدث عالمي كبير تحت سفح الأهرامات. طبعا بيليه يعني أعتقد وكالات الأنباء الآن يعني تتناقل كل هذا الموضوع والأخبار الخاصة ببيليه، لأنه زي ما أنتم شايفين على الصورة هو الفتى الذهبي، وده الاسم القريبي. دي الصورة دي هنا مع الفنانة الرائعة زبيدة ثروت زي ما أنتم شايفين، لأنه طبعا زي ما قلت لكم هو جه وزار مصر، وأعتقد دي كانت الزيارة الأولى اللي لعب فيها أمام النادي الأهلي. سنظل نذكر طبعا بيليه طول الوقت، وده طبعا مع صالح سليم ومحمد لطيف، يعني طبعا ولطيف ياما علق وقال بيليه بيليه الكورة يا بيليه. الحقيقة يعني رحم الله هذا اللاعب اللي هيفضل في التاريخ بكل ما قدمه لكرة القدم، مش بس للبرازيل أو ساو باولو المقر أو البلد بتاعته، ولكن للعالم كله بشكل عام. تعالوا نروح لهذا التقرير عن الجوهرة السمراء بيليه، ونعود ونستكمل معكم التاسعة. على مدار السنوات الماضية عانى بيليه من سلسلة من المشاكل الصحية، منها مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها، وأصبح لا يستطيع المشي دون مساعدة. لكن ما أدى لتدهور الوضع بشكل أكبر هو إصابة بطل العالم السابق بورم في القولون، واحتاج للخضوع على إثره لجراحة الاستئصال في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين بات يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.
أخطأ في نطق اسم أحد اللاعبين الذي زي ما أنتم شايفين حضراتكم. هذه صورة حية من أمام المستشفى التي توفى فيها بيلي، الجوهرة السوداء أو السمراء كما هو معروف، أو الفتى الذهبي. وطبعا ده الصورة في ساو باولو، ده طبعا البلدة اللي تربى فيها أو المدينة اللي تربى فيها بيلي. وأعتقد هنا كل محبي بيلي والجمهور والناس والأقارب والأصدقاء وأيضا جمهور كرة القدم كله في البرازيل ينعي بيلي في هذه اللحظة ويترحم عليه. هو أسطورة الكرة وسيظل التاريخ يكتب اسمه طول الوقت بكل ما قدمه، سواء من مباريات أو من كؤوس أو من جوائز أحرزها للنوادي التي لعب بها ولأيضا منتخب البرازيل. نعود إلى أخبارنا في التاسعة الليلة. أعتقد أن الخبر اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي من الأخبار اللي بنستبشر بيها في 2023، هو خبر مهم جدا. أتمنى كده أن أنتم يعني إيه نتابع مع بعض هذا الخبر، لأنه بيهم قطاع كبير جدا وخصوصا قطاع الناس اللي بتستورد، وأيضا وهيبقى خبر إن شاء الله فيه نفع كبير جدا. أعلن البنك المركزي اليوم الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. يعني معنى كده أنه تم إلغاء يعني كل هذا الخبر اللي كان مقصود به الاعتماد على الاعتمادات المستندية. هذا الخبر يعني هذه الجملة لم تعد موجودة في البنك المركزي. قال البنك المركزي في بيانه أنه تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، وتسمح مستندات التحصيل بدفع قيمة صفقات الاستيراد على فترات زمنية طويلة عكس الاعتمادات المستندية التي تتطلب تغطية بنسبة 100% من قيمة الصفقة قبل الإفراج عنها من الجمارك، وهو ما تسبب في حدوث ضغط كبير على السوق العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية. فكده حضراتكم تعرفوا بأنه يعني كان في دراسة من البنك المركزي ورأى أن الفائدة أن يتم إلغاء هذا الموضوع. من المتوقع أن تؤدي تعليمات البنك المركزي الصادرة اليوم بتخفيض حجم الطلب على الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، كما تعزز من خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ المصرية. وتنعكس القرارات على توفير مستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى. ده خبر مهم جدا للمصانع والناس اللي بتستورد، خبر مهم جدا. وتوافر أيضا السلع وزيادة المعروض منها في السوق، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض أسعارها. ده كمان نتيجة إن شاء الله تكون مهمة جدا. خبر أعتقد مهم من الأخبار المهمة اللي البنك المركزي من دراسته للسوق ومن واقع العملية الاستيرادية، أعتقد ده من الأخبار المهمة اللي هنلاقيها بكرة. مزيد من التفاصيل هتبقى موجودة عنها، وإن شاء الله يبقى خبر كويس قوي لكل المصانع أو الناس أو اللي بيستوردوا وللسوق بشكل عام. خلينا ناخد فاصل، بعد الفاصل عندي أخبار كتيرة جدا. وخلينا النهاردة في خميس التاسعة كده نحاول ان احنا نستقبل معكم العام الجديد بحصاد وبالزينة وبالناس وبتفاعل حضراتكم. فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم خميس التاسعة. تفضل. اهتمام كبير جدا من الدولة، من طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحة المواطنين. صحة المواطن المصري مهمة. الخبر اللي أنا عايزة أتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي أنا بشوفه من الأخبار المهمة اللي هي أهالينا، مش بس في المحافظات الكبيرة ولكن في كافة محافظات مصر، يعني هيبقى عندهم فرصة وفي رعاية من خلال يعني وحدات والخدمات اللي بتقدم في الوحدات المحلية اللي موجودة
يعني معنى إيه؟ يعني مثلا لو أنا عندي مشكلة صحية بسيطة، خاصة السيدات أو المشاكل البسيطة، أقدر أروح الوحدة القريبة مني أعرف إيه الأخبار. لو احتجت مستشفى ساعتها أنا أنتقل إلى المستشفى، ولكن أحيانا ممكن تكون حاجات بسيطة تنتهي في الوحدة وأنا اطمأنيت على نفسي وفي نفس الوقت خدت الرعاية اللي أنا محتاجها وأقدر أروح وأرجع على الوحدة. ده بالنسبة لي خبر مهم جدا من الأخبار اللي أنا كمان بشوفها، أخبار مهمة. الدولة تعتني بصحة المواطن أيا كان فين المواطن موجود، في أي مكان يبقى عنده الخدمة الصحية والطبية الخاصة به. تعالوا كده نقرأ الخبر مع بعض. عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا تناول خلاله تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية. قدم الوزير شرحا تفصيليا حول مفهوم خدمات الرعاية الأولية لإطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة من خلال هذه الوحدات في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين ومنها الكشف المبكر عن الأمراض وكذا الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المتنوعة، والأمثلة كالآتي: صحة المرأة، تنظيم الأسرة، الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. أكد كمان وزير الصحة أن العمل في المشروع يستغرق عامين بتكلفة 6 مليارات جنيه، ويستفيد منه 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. الحقيقة خبر مهم جدا. مزيد من التفاصيل معنا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا شفقي، تحياتي لحضرتك أنم ولمشاهدي حضرتك. والتحيات متبادلة. بشكر حضرتك. أولا الخبر ده بالنسبة لنا وبالنسبة للمواطن هو خبر مهم. فكرة أن أنا أبقى مواطن وفي أي مكان أنا موجود في أي محافظة وعندي أي وعكة صحية أو أي مشاكل بسيطة أقدر أتوجه إلى الوحدة. الوحدات هيبقى فيها إيه بالظبط؟ يعني النهاردة الدكتور خالد عبد الغفار بعد الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء استعرض الملامح الأساسية لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية. احنا النهاردة بنتكلم على مراكز طب الأسرة، وحدات الصحية، المراكز الصحية الأولية اللي بتقدم خدمات صحية لما يقرب من 80 مليون مواطن. بنتحدث عن تطوير شامل من حيث الكم والكيف. الكم بنتكلم على مد ساعات العمل، بدل ما كانت الوحدة الصحية بتخلص على الساعة 2، احنا بنتكلم النهاردة للساعة 8 مساء، وهناك وحدات سوف تقوم بتقديم خدمة الطوارئ الأولية. من حيث الكيف بنتكلم على عيادات تخصصية، بنتكلم على تقديم خدمة الطوارئ، بنتكلم على زيارات منزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، نتكلم على تحسين كافة الخدمات المقدمة في الوحدات الرعاية الأولية والأساسية لكل المواطنين. الحقيقة وحدة الرعاية الأساسية بتستقبل المواطن من الولادة وحتى سن الكهولة أو الشيخوخة، بداية من التطعيمات الإجبارية في سن الولادة والفحص السمعي إلى مبادرة كبار السن وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والدعم الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. المرحلة الأولى من المبادرة بتشمل 251 وحدة على مستوى الجمهورية في 21 محافظة، لأنه في 6 محافظات التانيين بتقدم فيهم الخدمات دي بالفعل من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل. تمام. يعني احنا يا فندم هنا استأذنك هنبدأ ب 21 محافظة، دي المرحلة الأولية اللي هنبدأ فيها. في 6 شغالين فيهم فعليا من خلال التأمين اللي هم دخلوا. تمام. المحافظات اللي دخلوا، فاحنا بنتكلم على بقية المحافظات التي لم يشملها منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي احنا بنتكلم على تطوير متوازي لمنظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال وحدات الرعاية الأولية. بنتكلم على تحسين في البنية التحتية والإنشاءات، بنتكلم على نوعية مختلفة من الخدمات، بنتكلم على مد فترات العمل، بنتكلم على تدريب الطواقم الطبية اللي موجودة في الوحدات الرعاية الأساسية، بنتكلم على حزم تحفيزية من الناحية المالية للعاملين في الوحدات الرعاية الأساسية مرتبطة بكفاءة وجودة الخدمة.
تمام، يعني هنا كمان هيبقى المواطن اللي بيبقى قلقان بقى، بدل ما الناس انت عارف كانت تعتمد على الصيدليه في الضغط والسكر والحاجات البسيطه، هو دلوقتي مش هيروح، هيروح للمكان المظبوط، المكان اللي هيقدم له رعايه. وبالتالي هنا الوحده ممكن تنصحه لو الحاله عنده تستدعي مستشفى، يبقى هتنصحه انه يروح مستشفى. بالضبط. احنا بنربط هذه الوحدات بمستشفيات احاله، بحيث انه اذا راى طبيب الاسره او الموجود في الوحده الصحيه انه الحاله الصحيه للمواطن اللي جاي يكشف محتاجه الى مزيد من التخصص، بيتم احالته للمستشفيات المربوطه بالوحده الصحيه، او خلينا نكون اكثر دقه اللي الوحده الصحيه مرتبطه بها بنظام الاحاله، عشان يبقى احنا بنقدم كل الخدمات. المستوى الأول من الخدمة في وحدة الرعاية الأساسية، احتاجنا تخصصات أكثر أو احتاجنا مستوى أعلى بنروح مستشفى الإحالة، احتاجنا تخصصات أكبر أو عمليات أو تدخلات جراحية ذات مهارة أو متخصصة بنحولها لمستشفيات الإحالة من المستوى الثالث أو المستشفيات التخصصية. أكيد الحقيقة ده من الأخبار اللي هنستبشر بيها أيضا لبداية عام جديد، وهيبقى مهم جدا بالنسبة لصحة المواطنين المصريين. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا دايما بشوف بأنه كل ما اهتمينا بصحة الناس وبالذات في الفترة، وأنا شايفة مثلا موضوع تنظيم الأسرة أنه يعود دايما إلى الوحدة اللي موجودة أو رعاية الوحدات اللي بتبقى موجودة في المحافظات، بتقدر كمان السيدة يعني تتردد عليهم وتاخد بآرائهم وتتكلم معاهم، بيبقى في كده تروح وتيجي، في نوع من أنواع الثقة، نوع من أنواع الأمان، غير إن هي تبدأ بقى تدور أو تروح محافظة أو تدور على طبيب. فأعتقد إنه هذه الوحدات هتعمل شغل مهم جدا وهتفيد المواطنين بشكل كبير. النسبة الكبيرة اللي هتستفيد الحقيقة رقم كبير جدا، 80 مليون، وطبعا زي ما حضراتكم عرفتم إنه المرحلة الأولى هتكون 21 محافظة، لأنه في محافظات بالفعل فيها بدأ فيها التأمين الصحي. طيب خلينا نروح برضو مع مزيد من الأخبار المحلية والمهمة للناس كمان. يعني النهاردة أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وإحنا عارفين أنه الدولة كانت اهتمت بالقطاع العام، ولكن إحنا نتحدث الآن عن القطاع الخاص. هيصل إلى 2700 جنيه بدل من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023. فده طبعا برضو يعني هنا القطاع الخاص بينضم إلى ما قامت به الدولة. أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص عن 3% من الأجر الاشتراكي التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. ده طبعا في إطار إجراءات كتيرة جدا بتقوم بيها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية المالية وفي نهاية سنة 2022. خلينا برضو يعني لازم مهم جدا هنا نتكلم عن الجهود المبذولة ونفهم قد إيه الدولة بتتكلف، تكلف أعباء كتيرة جدا عشان تخفف عن المواطن وعن قسوة الظروف اللي مش بس بنمر بيها في مصر ولكن بنمر بيها في العالم. وإحنا عارفين إنه كان في حزمة إصلاحات اجتماعية كانت مهمة جدا يعني في الفترة اللي فاتت قامت بيها الدولة، وده في ظل أيضا الظروف اللي بيمر بيها العالم. تعالوا نشوف مزيد من التفاصيل. دكتورة سهر الضماطي معايا على التليفون، الخبيرة الاقتصادية. مساء الخير دكتورة سهر. أهلا بك يا فندم. أولا وحضرتك طيبة وبألف خير. طيبين. أنا سعيدة النهاردة لأني عمالة أقول أخبار لطيفة كده في التاسعة، وفيها كده حاجات للمواطنين، يا إما تيسير أشياء أو إجراءات أو الاهتمام بيهم، أيضا ده من الأخبار المهمة، خصوصا صحيح أنه بيهم القطاع الخاص، لأن إحنا عندنا نسبة كبيرة من المواطنين من يعملون بالقطاع الخاص. حضرتك اشرح لنا مزيد من التفاصيل عن هذا الخبر. الخبر ده في منتهى الأهمية دي، لأن مفيش شك ان الظروف العالمية اللي مر بيها الاقتصاد في الفترة الأخيرة دي نتيجة حرب روسيا أوكرانيا كانت غير مسبوقة، وبالتالي دي أدت إلى ارتفاع أسعار في حاجات كتير جدا، في النفط وفي الغذاء ومستويات الإنتاج وفي الشحن، وسلاسل الإنتاج توقفت،
كل ده أدى إلى تضخم غير عادي. صحيح. التضخم ده في العالم وفي مصر. وبالتالي بدأت الدولة بإجراءات سريعة جدا جدا علشان تقدر إنها نمرة واحد توفر الغذاء والنفس للمواطنين، فابتدت حطت أولوياتها إنها الحقيقة تعمل مجهود كبير جدا في هذا المجال وتوفر المنتجات الغذائية والنفط وتعمل مخزون في 7 أشهر، فده كان مهم جدا. نمرة اثنين قامت بإجراءات قوية بالنسبة للعاملين في القطاع العام الأول، ففي زيادة المهيات وفي زيادة المعاشات، فده كانت خطوة تانية. النهاردة احنا بنشوف القطاع الخاص الجديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وهنا الحقيقة دي كانت مهمة، لأن كان في بعض القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص كانت بتعدي بأوقات صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية، فاهتماما من الدولة بالحفاظ على العمالة، ودي نقطة مهمة جدا طبعا، إنه يحصل الحقيقة توافق كبير ما بين اتحادات الغرف المختلفة، سواء احنا بنتكلم على الغرف الصناعية أو الغرف الطبيعية أو خلافه، مع مجلس القومي للأجور، بحيث إنه يعمل ما هي كويسة في هذه 2700 اللي تم وضعها، والعلاوة ما تبقاش أقل عدد أدنى ليها 1000 جنيه. برضو عايزين نقول بالقطاع الخاص بنتكلم على رغبة 2700 لحد أدنى يعني. تمام. ومن هنا ده بيدي للمواطن العامل اللي بيشتغل في القطاع العام اللي بيشتغل في القطاع الخاص المقدرة على إنه يواجه ارتفاع الأسعار، وإن هو يقدر يعني يتمشى في حياته مع هذه الارتفاعات غير مسبوقة عالميا ومحليا. أكيد. هو عموما زي ما حضرتك قلتي، هو اهتمام من الدولة سواء في القطاع العام زي ما قلنا، والحزمة الإصلاحات المجتمعية اللي كانت موجودة من فترة، أو بالنسبة أيضا للقطاع الخاص. طيب حضرتك برضو يعني ممكن تشرح لنا هنا النسبة، يعني هنا في الخبر نسبة، يعني نسبة محطوطة بحيث أنه يبقى في كمان تأمين للناس جوه هذه الزيادة اللي موجودة في القطاع الخاص. تمام. انا ذكرتها الحقيقه اللي هي قيمه العلاوه السنويه، ويجي على فكره دي بالنسبه لكل المنشات بما لا يقل عن 3% من اجل الاشتراك التاميني، او زي ما انا قلت حد ادنى 1000 جنيه يعني ممكن تبقى اعلى. ايوه. انا يمكن بسال هنا حضرتك مزيد من التفاصيل عشان الناس بتحب تعرف يعني كام، فهنا يعني بحد ادنى 1000 جنيه يعني كده، يعني كده الخبر يبقى واضح بالنسبه لهم. بالظبط. وده من الأخبار اللي أيضا هتبقى مهمة بالنسبة للناس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سهر الضماطي الخبيرة الاقتصادية. وزي ما أنتم شايفين كده يعني حزمة من الإصلاحات مهم جدا أن الدولة كانت تبقى طول الوقت منتبهة ليها، لأنه إحنا بنعمل مع العالم بالتوازي، يعني انت ما تقدرش تبقى منعزل عن العالم، لانك في النهايه في دائره متصله طول الوقت في كل امورك. يعني فانتوا شايفين انه في اصلاحات كثيره جدا كانت موجوده، اهتمام مثلا بمساله الاسعار، والدوله انتبهت لده كثيرا، وايضا الاهتمام ايضا حتى بالمواطنين والموظفين اللي بيشتغلوا مع القطاع الخاص. هنواصل معاكم 9 عندي اخبار كثيره ما زالت في انتظاركم. استاذنكم في فاصل سريع ونعود ونستكمل معكم 9 لهذه الليله، ارجوكم عودوا الينا بعد قليل. ايه بقى نتفق مع حضراتكم اتفاق، بما ان احنا الخميس والنهارده خلاص الخميس، بكره الجمعه، السبت السنه بتنتهي،
يعني الأجازة بدأت، يعني إحنا كده أجازة نفسية، يعني أجازة فكرة إنه الناس تبتهج، تبتهج الناس دايماً كتير مع الغنى، الغنى فيه بهجة، وبالذات لما يبقى غنى حلو، يعني لحن حلو، كلام حلو، صوت حلو، بيقدم، بيتعب، بيعمل مجهود. صدقوني أي حد بيعمل مجهود، حتى المطرب لما بيعمل مجهود حلو وبيوصل للناس والأغنية تعيش والناس تستمتع بيها ويكلموا بعض يقولوا سمعت مثلا فلان عامل إيه. أنا بتكلم عن نجم بيبذل مجهود كبير جدا، رامي صبري، نجم من الأصوات الجميلة حقيقي، رومانسية، عنده شعبية كبيرة جدا مش بس في مصر كمان في العالم العربي، وبنشوف ده من خلال حفلاته الناجحة في مصر، لبنان، دبي، السعودية. رامي صبري باذل مجهود كبير، يعني طول الوقت مختلف وبيحاول، بيشتغل على الكلمة، على الموسيقى، على الجملة، على التصوير، بيبذل مجهود كبير. المرة دي الحقيقة الألبوم بتاعه كمان مختلف، يعني أنا عجبني الاسم معايا هتبدع. طيب أنا عايز أبدع والله، كل حد عايز يبدع، والحقيقة فيه هتبدع أو تبدع، يعني كله إبداع، يعني أنا هبدع أو أبدع، يعني أيا كانت كله حلو. صدر منه الحقيقة 3 أغاني ولغاية دلوقتي، وهينزل باقي الأغاني على التوالي، وده من خلال طبعا منصات الموسيقى واليوتيوب. لكن الحقيقة الأغاني اللي نزلت كلها ملفتة. أجمل حاجة بقى كمان عملها رامي، عمل فكرة حلوة قوي، وأنا بحب المطرب لما يعمل أفكار. أنت في زمن السوشيال ميديا واليوتيوب والناس بتتفرج وبتشير وبتشوف، فهو من الذكاء راح عامل برومو، برومو للألبوم، أخد كده 30 ثانية من كل أغنية وحطها في برومو، حاجة بقى تشويقية ولطيفة، وناس تبقى عايزة تقول طب الأغنية دي بقى ترى نزلت، طب أنا عايزة أسمع دي، طب أنا عايزة أسمع دي. الحقيقة كلهم حاجة جميلة جداً. لا وحلوة العربية والصورة يا رامي، ويمكن خير، يا رب دايما يفضل خير. حلوة، أنا عجبني الأسماء اللي عاملها رامي، يمكن خير وحتبدع، يعني الحقيقة أسماء كده لطيفة وفيها لغة كده حلوة برضو. يعني المطرب الرائع رامي صبري، مساء الخير يا رامي. مساء الجمال. إيه الأغاني الحلوة دي؟ يعني بجد كده أنا بتبسط لما أنتوا بتروحوا فين؟ يعني بتسيبونا ليه مع أغاني وحاجات ما بتعجبناش؟ إيه الأغاني الحلوة دي؟ بتتأخروا علينا بيها ليه؟ الله يخليك، الله يخليك. أولاً أشكرك، أشكرك جداً 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 على كلامك الرائع المحترم طول عمرك، يعني إعلامية متألقة وكبيرة وبنتعلم منك، وأختنا وحبيبتنا وبنحبك وبسمعك كتير والله يا رامي. الله يخليك، وانا كمان يا حبيبتي بشكرك جدا بجد من قلبي، وبشكر الاعداد وكل الناس المحترمين شغالين في هذا البرنامج العظيم. اشكرك يا رامي. اولا كلمني، يعني عايزين يعني ايه نرتب معاك كده الكلام. اولا كلمني عن اختياراتك، انا عجبني قوي الاسماء، هتبدع ويمكن خير، يعني اسماء مش ايه، مش متعودين عليها، فيها كده لغه لطيفه وفيها تفكير، يعني فكلمني كده عن الألبوم بالأسماء اللي انت عاملها. اه هو الألبوم، هي الأغنية اسمها معايا هتبدع، مش انا عارف ان هتبدع بنقول واحنا بنكتب الكلمة على الكفرز والصور، كانت فعلا في مشكلة الناس هتقول هتبدع، هتبدع بس هتبدع وتبدع الاثنين حلوين، يعني فيها فيها ابداع، الابداع ده حاجة لطيفة. فلما الأغنية دي عاملها عزيز طبعا الشافعي كلام ولحن طبعا، الأغنية دي دخلت في الآخر خالص، يعني قبل ما الألبوم ينزل تقريبا من 3 أسابيع كده. أيوة كنت خلصت صورت الفيديو اللي الناس شافته اللي أنا هنتكلم عليه دلوقتي، يعني هي دخلت في الآخر خالص، فتمت باسم الألبوم عشان سببين. أولها إنها أغنية مهمة جدا ككوميرشال سونج، يعني تشتغل في كل حتة المفروض في بالليل، سواء كانت فرح أو حفلة أو سهرات، أو أنت عارف الحاجات دي مهمة طبعا، يعني أنا بركز فيها قوي طبعا، ان الاغاني بتاعتي تبقى موجوده على السماعات بالليل زي ما بيقولوا كده، يعني يبقى الناس كلها سمع صوتي بالليل في كل حته. فكان لازم اسمي الالبوم باسم الاغنيه دي عشان الاغنيه كمان دخلت في الاخر، فما اتصورتش، فمش عايزه تتظلم، دي فاهمه طبعا الموضوع طبعا التطوير. اكيد بيوصل الاغاني اكتر لانها أكيد بتبقى متصوره ومتركز عليها، هي ما اتصورتش للاسف لانها اتعملت بعد ما وهو بيتمنش من حوالي 3-4 أسابيع كده. دي حاجه بالنسبة للألبوم بقى، الألبوم هو مكون من 8 أغاني. أيوة أنا بقالي سنتين ما عملتش ألبوم بعد حكي مش تمام وغريب الحب مسلسل، وعشان كده حياتك ما كانتش تمام لما عملتش ألبوم بقالك سنتين بس تمام. لا خالص بالعكس، أنا عايز أقول لك إن السنتين اللي فاتت دول من أعلى كنت بتحضر كمان، والناس على طول بتسمعك.
لا السنتين اللي فاتوا دول عشان السنجلز توصل اكتر، انت عارفه الاغاني لما بتبقى انت موجوده على طول قدام الناس طبعا بتبقي على طول قدام الناس موجوده، فالناس بتشوفك، فالناس بتطلبك، فالناس بس يعني انت فاهمه الاغاني السنجلز بتوصلك اسرع. وبقى احنا في زمن دلوقتي انت عارف كل حاجه بقت سريعه، والموضوع بقى بيجي لك على التليفون اللي في ايدك، ويعني ما بقاش بس تلفزيون، بقى في سوشيال ميديا وفي موضوع كبير يعني. طبعا فكان لازم ان احنا نشتغل من خلال السوشيال ميديا عن طريق الكليب، ان احنا ما نصورش كليب اغنيه واحده وخلاص وخلصنا، لا الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى متعب، احنا نصور في 10 12 ساعه كليب اغنيه زي اي البوم زي اي فنان وده العادي. فانا فكرت فكره من شهرين ثلاثه، دي فكره البرومو بقى مش كده؟ انا فكرت، انا عاجبني فكره البرومو، لان البرومو ده بتاعنا احنا يعني، بتاع برامج بتاع مسلسلات، لكن الاغاني برومو دي يعني فكره جديده وحلوه. ايوه هي هتتكتب باسمك يا رامي عشان لو حد عملها يبقى اخدها عنك على طول. لا بالعكس، انا ما حد يعملها، دي حاجه تبسطني ان انا عملت حاجه جديده والناس كلها بتعمل زيها، ما عنديش مشكله. بس انا بتكلم في انه الفكره بتاعت الكليب دي، احنا كان عندنا اختيار ان احنا ممكن نصور كليب عادي زي اي مطرب واي فنان زي ما انا عملت قبل كده من اول ما غنيت يعني. فلقيت ان انا ده العادي، ما انا عملت كده كتير، انا عايز اعمل حاجه جديده. فانا بسمع الشغل استوديو بشتغل وبسجل وعايش في وسط الكلام ووسط المزيكا بتاعت الالبوم. انا بقى بشتغل في الالبوم بقى في الاستوديو عندي في البيت، ما بين انا الحاني والحان غير ناس ثانيه. فاكتشفت من ضمن وانا شغال ان انا ممكن اطور الالبوم ده كله از اعلان كده، ان هو زي ما وصل في الاخر اتصور كده زي ما الناس شافته، ان اصور لك من كل اغنيه ان شاء الله حتى 40 ثانيه. أيوة. لازم دقيقتين من الاغنيه. وانا بقى كمشاهده ابقى مشتاقه، عايزه اعرف، طب انا عايزه اسمع الاغنيه دي، طب انا عايزه اشوف دي هتبقى شكلها ازاي. طب فكره حلوه قوي. بالظبط. فجم الناس اللي معايا شغالين معايا في التيم اللي هو في الشركه عندي، عشان انا المنتج في الشركه بتاعتي انا. أيوة. مش حد بينتجي دلوقتي، بقى لي سنتين مثلا. فقالوا لي طب خلي بالك الاعلان ده هيبقى مكلف جدا جدا، لان انت كده هتصور ويومين تصوير ولبنان ولا دبي ولا مصر ولا، فانت فاهم التصوير يعني طبعًا. الموضوع الناس طبعًا. بتبقى شايفه التصوير كده شايفه ان الموضوع عادي، لا الموضوع متعب. لا طبعا مش عادي، انا عارفه مجهودي بقى عامل ازاي. طبعا متعب جدا وتكاليف عاليه جدا. قلت لهم طب ايه المشكله، ما احنا التكاليف هنجيبها تاني. قالوا لا ممكن ما ترجعش تاني، لان اليوتيوب ما بيحاسبش الناس بعد 3 دقائق. اليوتيوب ما اعرفش الناس تعرف الموضوع ده ولا لا. يعني صحيح. انت بعد ما تخشي بعد 3 دقائق بيبتدي اليوتيوب يقلل ريتش عندك ويقلل الفلوس عندك ويقلل لقيت الموضوع داخل في حسابات كده انا ماليش علاقه بيها. ايوه. انا عايز اشتغل فن، انا ماليش دعوه بالظبط، انا عايز اعمل حاجه حلوه يعني. ايوه هو ده صحيح يعني. قلت لهم بصوا بقى انا هعمل وهعمل خلاص، ماليش دعوه انتوا هتطلعوا. بص ما هو كمان انت يعني الله يكون في عون الفنان وهذا الزمن، لانه انت عايز تقدم فن حلو، فن راقي متعوب عليه كلمه، تصوير، لحن، موسيقى، توزيع، وفي نفس الوقت الناحيه التجاريه بقى اللي هي بتذبح احيانا يعني، فانت مش عارف تمسكها ازاي يعني. ايوه هي طبعا جزء منها فن، احنا فنانين كلنا بنبقى عايزين نلبس كويس وشكلنا يبقى حلو ونغني كويس ونختار كويس، بس في الاخر بيجي في جزء طبعا بتاع البيزنس في الاخر. صحيح. هو بالورقه وبالقلم احنا صرفنا كام ونجيب كام. فانا بالنسبه لي الموضوع ده عمري ما فكرت فيه ولا عمري هفكر فيه، لانه مش بتاعي ومش عايز يبقى بتاعي. انا يهمني جدا جدا جدا، ومن ده من اول ما اشتغلت من 2006 مع طارق العريان، ان انا اي صوره تنزل لي واي اغنيه تنزل لي تبقى اول حاجه كواليتي وتبقى حاجه مختلفه وحاجه جديده ما حدش سمعها قبل كده. ما صحيح. عنديش مشكله ان انا انا ما عملتش شغل، بس عندي بس ده معروف عنك انت طول الوقت حريص على شغلك حقيقي يعني دايما شغلك انت حريص عليه. دلوقتي لما بنسافر دبي زي ما انت قلت من شويه، ولا السعوديه بنعمل مهرجان الرياض ولا موسم جده ولا دبي ولا السعوديه ولا اي حته في الدنيا لما بنسافر بره، احنا في الاخر كمطربين مش كلنا بنسافر بره، خلي بالك طبعا يعني. طبعا يعني مش كل النجوم في مصر عندهم الامكانيه او النجاح. صحيح. يخليهم يسافروا بره والناس يعني يحطوهم في حته كبيره. فلما بسافر بره انا بحس ان انا بمثل بلدي، فلازم طبعا ان انا اكون قد هذا الاسم اللي هي مصر في الاخر. صحيح. يعني تكون قده بقى بالاغنيه والكلمه والاداء والصوت كل حاجه، ده اكيد والصوره. طب انا عايز اسالك يا رامي دلوقتي، انت عندك 3 اغاني من الالبوم ترند على اليوتيوب. ايوه. يعني انت ده بالنسبه لك بقى بتبقى عارف ان الاغنيه دي هتعمل ترندنج، ولا برضو الجمهور بيفاجئك احيانا؟
بصي انا في انا بشتغل انا بشتغل مع الناس اللي بيشتغل معايا كلهم شاطرين وجامدين جدا، وبنقعد نشتغل نقول لا الاغنيه دي هي بتاعت اليوتيوب، لا الاغنيه دي بتاعت اللي بنقعد نقول اي كلام كده، وفي الاخر طبعا اللي في الاخر لما الاغنيه بتنزل هي اللي بتمشي لوحدها، ولا احنا بنعرف نخطط ولا اي كلام. يعني لو اقول لك انا مخطط ابقى كذاب، لان انا مش مخطط طبعا، لانه انا بس بخطط ان انا اعمل احلى حاجه، تعمل حاجه حلوه دي احلى، دي اكتر حاجه انا بركز فيها، ان الاغنيه يبقى كلامها بيرفكت، الغنى مظبوط، الكواليتي بتاعت الصوت لو سمعت ركزت في الكواليتي هتلاقيها مهمه جدا، ما تفرقش خالص عن كواليتي العالم. الموضوع ده بالنسبه لي انا بيفرق معايا جدا طبعا، لان انت كمان لما ترجع تذيع لازم تبقى كواليتي الصوت حلوه. احيانا بنسمع اغاني نقول خساره الاغنيه حلوه بس كواليتي الصوت مش حلوه. لا بس احنا دلوقتي خلاص ما بقيناش طبعا في العصر اللي موجود اللي احنا فيه دلوقتي ده، ما بنبقاش بندور قوي على موضوع الكواليتي طبعا من الناس المصورين والفنانين اللي بتوع الكاميرا بتوع المزيكا، عارفين قصدي الاسماء ذات عارف قصدي، ان الموضوع ما بقاش في الكواليتي خلاص، ممكن واحد ب2 جنيه يعمل اغنيه تحت السلم تعديني وتعدي كل الناس. عارفه طبعا بس برضو لا زال لازم نحافظ بس على الفن، بس لا يصح الا الصحيح والله، ما فيش ظواهر دي ما بتعيش يا رامي، يعني هي بس بتتعب ودنا شوية، بنستحمل لحد ما يجي أصوات حلوة اللي احنا عارفينها زي المجهود اللي انت بتبذله، تيجي بقى تزبط لنا ترجع تاني الأذن الموسيقية صح وينضبط الحال. يعني أتمنى طبعا اللي حضرتك بتقوليه، بس هو الفكرة ان في مطربين تانيين بيحبطوا، بيحصل لهم حالة هو انا ليه اتعب وليه اشقى وليه مش عارف ايه، بس واحد لسه طالع بقاله يومين ولا ب2 جنيه 3 جنيه يعديني عشان اعمل اغنيه ومهرجانات، في ناس بتفكر كده خلي بالك كتير. ايوه صح طبعا انا معاك. طب انا هسالك سؤال، بما ان انت من الناس اللي بتتعب بجد وبتجتهد في شغلك، جاوبني بصراحه، هل موجه المهرجانات بتنخفض وانت رايك ايه؟ بصي انا هقول لك حاجه انا بقولها دايما، يعني عشان انا ما بطلعش كتير قوي في موضوع الاعلام وما بتكلمش كتير، بس انا هقول لك حاجه، بس انت هنا في بيتك ده التلفزيون المصري، قول اللي انت عايزه. اتفضل. بيتي وبيتي كمان، بس انا ما بطلعش عشان كده ما بتكلمش في الحاجات دي، فمش منتشر عني المواضيع دي، بس بما انه بيتي التلفزيون المصري ومعاكي هقول لك اللي اول مره هقوله. المهرجان هو مزيكا طول عمرها موجوده من زمان مش جديده، والراب طول عمره موجود من زمان مش جديد. بس هي الفكره ان كل 20 30 سنه بيحصل حاجات كده في المزيكا وفي وحتى في الاعلام عندكم وحتى في السينما وحتى في حاجات كتير قوي على فكره في الفن، بيحصل حته كده الناس بتحبها وبترجع. يعني انت عمرك اغنيه مهرجان مثلا هتفكرك بوالدك او بجوزك او بابنك او بحد مات او ذكريات حد بتحبيه؟ عمرك ما انا شافكي يعني ما تفكرنيش باي حاجه خالص طبعا. انا هقول لك اغنيه المهرجان مش تعمل اي هدف غير ان هي هترقصك انت، مش انت يعني هترقص الناس بس. هي دي الفكره بتاعتها، لكن هي ولا هتفكرك باهلك ولا بتحني لبلدك ولا تفكرك بامك الله يرحمها ولا ابوك الله يرحمه ولا اخوكي ولا ابنك ولا جوزك ولا حبيبك. يعني هنا انت بتقصد بانه اغاني المهرجانات ملهاش كينونه، ملهاش حاجه ترجعنا كده يعني تفكرنا بحاجات او تنعشنا زي ما انت بتقول او افتكر ذكرياتي مع اهلي. واحنا ساعات على فكره لما بتشتغل في العيد ميلاد انا تلاقيني بسقف وببسط بيها ومفيش مشكله، مش ضدها انا خالص. انا مش ضد اي فن من انواع الفنون ما دام الناس قبلته يبقى انا. طب هو المهرجانات فن؟ يعني بين قوسين فن؟ طبعا فن من ضمن الفنون الموجوده طبعا اكيد، ما دام ليها جمهور وليها ناس بتدفع فلوسها يبقى هو فن ولازم يحترم. ولكن هل الفن ده، هل هو الفن ده اللي احنا عايزين يبقى ترند رقم واحد في مصر؟ يعني يجي واحد في امريكا ولا في السعوديه ولا في دبي يفتح يوتيوب مصر يلاقي رقم واحد مثلا مهرجان؟ لا انا ازعل كده ليه؟ لانه ما ينفعش رقم واحد يبقى المهرجان في مصر، غلط. انا بتفق معاك، فاذا انت عايز يبقى المهرجان موجود فن موجود زي الاندر جراوند بره وزي حاجات تانية وزي عادي. لكن ما يبقاش هو الفن الرئيسي، ما يبقاش الفن الرئيسي. المزيكا مختلفه لانها مزيكا برضه ليها سوق وليها ثقافه وشباب مثقفين وعارفين بيعملوا ايه، ولكن انا بتكلم على المهرجان تحديدا، هو نوع من انواع المزيكا الشعبيه اللي تحت قوي السي كلاس، يعني اللي هي اللي هي سي سي يعني اكس اللي اسمها مش عارف بيسموها ايه. والله كده هنكون ظلمنا احيانا برضو يا رامي الشعبيين، لان احنا ده احنا عشنا احلى اغاني شعبيه مع احلى مطربين،
هو احنا ننسى محمد رشدي ولا العزبي ولا لا ده ولا ده فن تاني ده بقى. فن رائع ده فن تاني يعني خالص. سمعنا شعبي ما فيش احلى من كده. فاعتقد بنبقى بنظلم يعني هو ده الشعبي اللي احنا نعرفه. طيب انت ايه رايك انه في بعض المطربين وان كانوا حتى مطربين لهم كينونه كبيره قدموا بعض الفنون زي المهرجانات بما انه كان ترند او موضه؟ بمعنى ايه ما فهمتش قصدك؟ يعني في ناس راحت للمهرجانات قالت لك طب ما نقدم اغنيه تبقى شبه المهرجانات. لا طبعا أبوية. انا ضد الكلام ده لان كل فنان ليه الايدنتيتي بتاعته مفروض يعني مفروض ان احنا كل اسم فينا ليه طبعا دي فنان الفنان الكبير يعني اللي هو عارف هو مين وبيقدم ايه وعنده تاريخ وعنده مكتبه موسيقيه محترمه. ولكن الفنان اللي بقاله شويه بيغني لسه بيتعلم ولسه عايز ينجح من اي حاجه ده لسه بيبتدي ما تقارنوش بالناس اللي هي بقالها سنين النجوم الكبار اللي تمثل مصر طبيعي صحيح. يعني طيب انا عايز البني ادم قصدي الفنان قصدي اللي بيقلد شكل موسيقي ده ملوش شكل قصدي ما ينجحش ما اعتقدش ما ينفعش ما ينفعش يقدم الشكل اللي هو ملوش شكل. انا بتفق معاك لا وحتى لو نجح مره مش هينجح تاني يعني مش هينجح تاني. طيب انا هاخدك بما انك قلت معايا هتبدع فعايزين نعرف هتبدع فين في راس السنه انت يعني الابداع بتاعك هيكون فين؟ انا السنه دي في مصر ان شاء الله هعمل ثلاث حفلات كده في مصر يعني انا بحب جدا جدا على فكره راس السنه في مصر مش عارف بقالي كتير ما عملتش بقالي سنتين. ايوه السنه اللي فاتت كنا عاملين هو في احلى من مصر كانت احلى من مصر طبعا مصر احلى بلد واحلى ايوه طبعا وأحلى طبعا الشعب الطيب الشعب المصري والناس الجميله انا بموت فيه وبحبه وبدع معاهم زي ما انت عايز براحتك يعني انا بحب جدا الجمهور المصري وعارف اقول لك على حاجه حتى في القاعات بتاعت الحفلات بتاعت راس السنه ما بتلاقيش مصري بس انا عايز اقول لك بتلاقي 40% من الجمهور مصري وال 60% للسعوديه والليبيا طبعا الناس بتيجي مصر علشان هي كمان يعني تبدع هي كمان فقول لي هتبقى موجود في مصر في راس السنه؟ هبقى موجود بثلاث حفلات ان شاء الله. طيب تمام عايزه اقول لك بما ان احنا بنستقبل عام ايه يعني اغنيه يمكن خير ايه الخير اللي انت نفسك تشوفه في 2023 يمكن خير يا رب؟ يا رب يمكن خير طبعا. لا طبعا اتمنى اولا على المستوى الشخصي ان انا اكون في حته احسن من اللي انا فيها وان شغلي الجديد يعجب ناس في السنه الجديده يخش بنجاح كبير اكيد الحاله الاقتصاديه تتظبط مع الناس اللي مش ما بتشتغلش طبعا تشتغل. انا اتمنى لبلدي هم اخواتي وقرايبي وجيراني واصحابي اللي شغالين معايا وكل الناس اللي بشوفهم نفسي وكلهم كويسين ما حدش ناقصه حاجه اللي مش شغال يشتغل اللي ظروفه مش حلوه تتظبط. انا بزعل جدا لما الاقي حد مشاير حاجه على الفيسبوك من الفنانين مثلا زي اليومين اللي فاتوا ما بيشتغلش او الحاجات دي بتضايقني جدا وتاثر على نفسيتي وبحس ان انا يعني لازم اقوم بدور بحاجه لازم اعمل حاجه اكيد امبارح زرت مستشفى الناس في شبرا في مصر عشان مستشفى القلب للاطفال حبايبي جميل اول مره ازورهم يعني عملت لهم حفله كده بسيطه يعني تبرعا مني طبعا والله ده حاجه حلوه جدا انه بجد مطربينا كلهم يقدروا يشاركوا ويبدعوا مع الناس دي لانه رفع الحاله الانسانيه والمعنويه للناس ايا كانت الظروف ايه بيخلي الناس في حاله افضل بكتير وممكن نعدي بيها حاجات كتير. انا شايف ان بلدنا لازم في السنين اللي فاتت دي الرئيس يعني ربنا يكرمه ويعني يوفقه في حياته هو اللي كان بيطلع لما بيطلع يقول لنا لازم كلنا كل واحد في شغله يؤدي اللي عليه صحيح. فانا شايف ان انا من ضمن الحاجات اللي اقدر اديها ان انا مثلا اقدر اتبرع بحاجه للمستشفى دي او اروح اعمل لهم حفلات في حته معينه يتبسطوا بيها يحسوا ان حياتهم متغيره اللي ما بيشتغلش نحاول نساعده صحيح. يعني انا بحاول على قد يا رب طبعا. يا رب كله يكون خير باذن الله. انا هاخد من ابداعك اللي انت بتعمله في الالبوم الجدير ويمكن خير. بشكرك جدا يا رامي بنتمنى لك كل التوفيق وارجوك اول ما تنزل حاجه جديده احنا نكون اول محطه تبعت لها كل اللي انت عايزه. نتمنى لك التوفيق في راس السنه وان شاء الله يبقى البوم كله توفيق ويعمل تريندنج زي ما انت بتتمناه دايما على اليوتيوب او على السوشيال ميديا أو بين الناس الحقيقة. الله يخليك والفنان رامي صبري كل سنة وانت طيب. أنا بشكرك وانت طيبة وبشكرك وكل الناس في مصر وفي الوطن العربي كل سنة وهم طيبين
وهابي نيو يير، وان شاء الله سنه سعيده عليكم يا رب. اكيد، وعليك يا رب وعلى كل مطربينا اللي بيجتهدوا علشان بس يسعدوا الناس. بشكر المطرب رامي صبري على المداخله الجميله دي، وحاولنا كده لان هو الحقيقه مقدم البوم جديد وبيحاول يعمل حاجه جديده تسمعه غنى حلو. هي مصر بلد حلوه، يعني الاغنيه بتاعت اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اه والله حلواني، دي مصر بلد جميله وناسها بيحبوا الفن والغنى. هكمل معاكم بقى في البهجه الحلوه. انا داخله الاستوديو، وانا داخله كده الاستوديو لقيت هنا شجره الكريسماس حلوه، هتشوفوها اكيد يعني او بتشوفوها لما بيجيبوا الديكور، ففيها بهجه، وممكن عمرو يجيبها لنا كده بالكرين. فالبهجه دي بتبقى حلوه، هي مش مجرد شجره، هي فكره ان احنا في البيوت نفرح نبتهج باي حاجه بسيطه. لما بنعمل الشجره دي والاولاد بيعلقوا بايدهم الزينه، بنعلق معاها الاماني، الامنيات، الاحلام، هي تفاؤل. فكرة التفاؤل تكون بقى صغيرة، تكون كبيرة، تكون حاجة بسيطة، هي فكرة التفاؤل. احنا زي ما اتفقنا على أبواب 2023، وطبعا احتفالات العام ده وانت لو بتمشي بتشوف في مصر هتلاقي لا في زينة في كل مكان، رغم انه العالم كله بيمر بأزمات. كنت لسه ايه سامعة كده واحد إيطالي بيقول جملة بما معناها ترجمتها، بيقول لك أنا السنين دي مش هروح حتة ولا هسافر حتة، أنا هدخر يعني كل ما أملك للسوبر ماركت بتاعي، يعني علشان الأكل والشرب. لكن الناس برضو بتحاول بأبسط الأشياء أنها تتبسط، ورغم طبعا أنه مشاهد البهجة موجودة بشكل كبير جدا في عواصم العالم، ولسه في منافسات. يعني هتلاقي مثلا بريطانيا لندن بتنافس باريس. باريس طبعا معروفة لأنه أنتم عارفين في باريس شارع شانزليزيه مشهور بالزينة بتاعته، ده ليه ميزانية خاصة، وزي ده شانزليزيه في باريس، ودي الزينة بتاعت كل عام، ده بيفضل موجود كده للسبعة يناير. دي الأشجار بتاعت شانزليزيه اللي بيتم عليها الزينة، وكل سنة بيبقى لها شكل. طبعا هم حاولوا ان هم يعملوا ترشيد للاعلانات وكده، لكن يبقى الشارع الاشهر في اوروبا هو شارع الشانزليزيه. في نفس الوقت زي ما الشانزليزيه معروف في العالم كله هو نمره واحد، بريطانيا بقى ولندن بتنافس شارع الشانزليزيه بالزينه وبالالوان. دي بريطانيا زي ما انتم شايفين الشكل مختلف، بتبقى الزينه اكتر في اوكسفورد ستريت او في ريجن ستريت او سلون سكوير، بيكاديلي سكوير، دي الاماكن بتاعت وسط البلد بتاعت لندن، ودي الزينه في كل حاجه. دي الساحه الحمراء في موسكو رغم الازمه يعني اللي موجوده في روسيا، لكن في احتفالات، ودي الساحه الحمراء في موسكو. هتلاقي برضو ايطاليا بتحاول والمانيا بتحاول وكل الدول الاوروبيه بتحاول. ده بيت لحم، يعني تحية كبيرة لفلسطين، يعني البلاد التي لا تنعم بالسلام ولكن تنادي بالسلام. والزينة بيت لحم من أجمل الأماكن اللي موجودة، وكنيسة بيت لحم الحقيقة جميل. لبنان أيضا بتحتفل اهي زي ما أنتوا شايفين، والشعب اللبناني الشقيق بيحاول رغم الأزمات أنه يعيش في البهجة الحلوة اللي أنتوا شايفينها بقى، بابا نويل والزينة والرقصات والناس في الشوارع بهجة. دي نيويورك سيتي زي ما انتم شايفين ما بتحاول، ده اكيد ممكن يكون تايم سكوير في نيويورك سيتي، وبيبقى فيه زي ناس بتمشي في الشوارع بقى بالاشجار وبالاشكال، وانتم او دي مانهاتن طبعا نيويورك، الجميع بيبتهج، الكل طبعا اوروبا ونيويورك الطقس بارد جدا، لكن ده الناس دي شجره زي ما انتم شايفين كريسمس كبيره، وطبعا بيبقى فيه منافسه كبيره جدا على كل ده. دي طبعا يعني العواصم، اهم العواصم اللي موجوده في اوروبا وامريكا. انا بقى عايزه اخدكم لبلدنا، بلدنا الحلوه، واديكم مكان حقيقي بديع، الكربه. الكربه جميله جدا، طبعا زي ما انتم شايفين المعمار حلو جدا في الكربه، وايضا بينضم الينا ناس اهالينا بقى في مصر. خلينا نروح للكربه، ينضم لينا مراسلنا محمود، وخلينا نقول محمود جميل اللي هيقول لنا كل المظاهر لاستقبال العام الجديد. مساء الخير يا محمود. محمود مساء الخير يا شفقي، ومساء الخير على كل المصريين، برحب بيكي طبعا، كل سنه وانت طيبه.
وكل سنة وكل المصريين بخير، أعياد الميلاد والكريسماس. ويمكن زي ما أنت قلتي إحنا هنا الكربة بتنافس عامة، يعني في مصر الجديدة طبعاً. أو في مناطق مصر كلها عامة، كل المناطق المختلفة في مصر بتنافس دول العالم في الاحتفال بالكريسماس والشجرة والأضواء والزينة، لكن تبقى الكربة ليها الميزة الخاصة عند المصريين في مصر الجديدة. يعني أي حد بتقول له الاحتفال بالكريسماس في مصر يبقى الكربة في مصر الجديدة. يمكن من أول ما بتقربي على الكربة في مصر الجديدة بتشوفي الأجواء المبهجة والفرحة والسعادة، بتشوفيها بقى من الزينة، بتشوفيها من الأضواء اللي موجودة سواء على الكافيهات أو على المحال التجارية أو حتى الناس وهي يعني بتتمشى كده بتصور. محمود أنا شايفة وراك الشجرة، يعني انت لو الكاميرامان معاك يورينا كده، نعمل زوم لو قدرنا ونشوف الشجره، الشجره اللي وراك جميله جدا، وشايفه الناس مبتهجه والعمارات، الحقيقه المنظر بديع. خليني اقول لك اتفضل يا محمود. خليني اقول لك بقى ان الشجره دي مميزه جدا هنا في ميدان الكربه في مصر الجديده، ودايما كل الناس بتيجي عند الشجره دي علشان طبعا تلتقط الصور، يعني تشوف الاجواء المبهجه اللي موجوده هنا في الكربه. والجميل كمان لو يعني تشوفي في الصوره يا شفكي الاطفال اللي بيكونوا موجودين طبعاً. الاسر بتصطحب الاطفال طبعا بيكونوا في حاله بهجه وسعاده، كل واحد بيلتقط الصور يعني رغم اي حاجه، لكن هم مبسوطين بالأجواء. هتلاقي أصلا كمان في زحمة شوية، لكن الزحمة دي علشان من كتر الناس طبعا اللي بتيجي وتتصور في الشجرة، عليها طبعا بعض الزينة الجميلة والأضواء المبهجة، فكل الناس هنا مبسوطة الحقيقة بالأجواء اللي موجودة. ويمكن الكربة كمان مش بس الشجرة أو الناس اللي بتتصور قدام الشجرة، لكن في بعض الشباب طبعا أو في بعض البندات والفرق الموسيقية بتحيي احيانا يعني سهرات فنيه جميله هنا في الشارع وفي ميدان الكربه تحديدا. خد بالك النهارده يا محمود الخميس والناس بدات الاحتفالات بقى، النهارده الخميس يا محمود والناس بدات الاحتفالات كلها. الحقيقه الصوره حواليك مبهجه، من شكلي كده اتمشى بكره اشوف الكربه اخبارها ايه، ده حاجه جميله. بشكرك يا محمود، كل سنه وانت طيب انت اولا، ولكل الناس اللي موجوده حواليك كل سنه وهم طيبين، ومصر تفضل دايما متزينه باحلى حاجه. مراسلنا وزميلنا محمود جميل اشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب يا محمود. زي ما انتم شايفين حاولنا ننقل لكم الاجواء، مش بس الكربه، انت لو تمشيت شويه هتلاقي في اماكن كتيره جدا مصر الجديده وفي التجمع وزايد واكتوبر وشبرا، يعني هتلاقي اماكن كتير فيها زينه. المصريين شعب بيحب البهجه طول الوقت، ربنا يبهج الناس كلها ويفضل عندنا بهجه، لان التفاؤل بيخلينا نعدي حاجات كتير، يعني حتى وان كانت الدنيا فيها ازمات. طب انا هعمل ايه؟ احط ايدي على خدي واقعد بقى اشتكي؟ لا بالعكس، اشتغل أتعب وأحاول أبتهج حتى وإن كانت بقروش بسيطة، البهجة ممكن تبقى بحاجات بسيطة. أكمل معاكم أخبارنا. من زمان كده كنا بنتكلم معاكم عن أهمية عودة مسرح المدرسة، يا سلام كلمة كبيرة قوي، مسرح المدرسة. أيوة، وقد إيه مسرح المدرسة ده وسيلة حقيقية عشان بتحيي كده روح الإبداع والفن عند الأطفال الصغيرين. فكرة أن الطفل يقولك إيه، ماما أنا عندي دور في مسرح المدرسة أو أنا هشارك في دور كذا، مهمة قوي، غير أنه يقعد يذاكر ويشيل الكتب والشنطة التقيلة، لا يبقى عنده وقت. وبالذات الأطفال اللي بيبقى عندهم موهبة، والموهبة صدقوني بتبدأ في السن الصغير، بتبدأ في المدرسة، فبيبقى مهم قوي ان احنا نرجع للروح دي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحقيقة مهتمية جدا بالموضوع ده وبتنمية وعي الطفل، لانه عندك طفل مصري بتهتم بيه منذ الصغر يبقى انت هتاخده شاب عنده وعي وعنده موهبة بتكبر جواه. هنستقبل بقى في بداية السنة الجديدة حاجة لطيفة جدا، عرض مسرحي هيكون انطلاقه لمشروع إحياء المسرح المدرسي، وده بالنسبة لي خبر رائع، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة. وأنا دايما بشوف أنه التربية والتعليم وزارة الثقافة مش بس يشتغلوا مع بعض، ومعهم كمان وزارة الشباب، يعني أنا بضيف ده أنا كشفكي، معهم التلاتة دول لو اشتغلوا طول الوقت هاند ان هاند وإيد في إيد وإحنا أكيد معاهم، بجد هيحصل حاجات كتير حلوة قوي. المسرحية بقى اسمها إيه اللي أنا بقول لكم عليها التعاون؟ اسمها تقدر. أيوة نقدر،
وزي ما انتم شايفين الصورة بتقول ايه، وهنقدر فعلا هتتعرض على مسارح دار الأوبرا المصرية يوم 8 و9 يناير، يعني الأسبوع الأول من يناير أو العشر أيام هيشارك في بطولتها نخبة من النجوم، واللي أنا بحييهم لأنه بيعملوا دفعة حلوة، فنانة الرائعة يسرى، الجميلة الرائعة كارول سميحة، الفنان طبعا الجميل أكرم حسني، والفنان أيضا الجميل محمد فراج، والصوت الجميل محمد الشرنوبي. أنا متخيلة هتبقى بديعة، وده بمشاركة عدد كبير من التلاميذ الموهوبين. هنا بقى نحط خطوط تلاميذ مع مبدعين مع فنانين، دي حاجة جميلة جدا. هتتعرض كمان على التلفزيون إن شاء الله على شاشة قناة مدرستنا، وده حاجة كمان بديعة. عندنا قناة مدرستنا دي مهمة جدا، لأن يعني مشروع رائع، تفاصيل كتيرة جدا خلينا نعرفها من السيناريست الكبير مدحت العدل مؤلف المسرحية وزميلي وصديقي العزيز. مساء الخير يا دكتور مدحت. مساء الفل يا شبكي هانم، ازي حضرتك؟ ومنورة الشاشة ومنورة التاسعة، ودايما تدي امل وتفاؤل في بكره ان شاء الله. دايما يا رب. كل سنه وانت طيب اولا، واذا كان انا عندي تفاؤل فهو مش اقل دايما من التفاؤل اللي يبقى موجود في كتاباتك وفي حاجتك. يعني كلمني عن التجربه الرائعه دي. الحقيقه زي ما حضرتك يعني سبق وقلتي، ده بالتعاون مع الشركه الاعلاميه، الشركه المتحده، ووزاره التعليم، ووزاره الثقافه، والحقيقه هي يعني انا ابن المسرح المدرسي طبعا، وانا خريج مدرسه توفيقات ثانويه. توفيقات ثانويه دي كان بيجي يدرس فيها الاستاذ الكبير راح العدل كاسب بخبرها مسرحيات، كان بيجي. فاحنا ولاد الحقبه دي، احنا حصه الموسيقى عندنا كانت لا تقل اهميه عن حصه المزيكا، سوري الكيمياء، حصه الفرنساوي، المزيكا والمسرح والتمثيل والاكتنج، وكل اللي انت متخيلهم من النجوم اللي مالوا مصر 50 60 سنه هم اولاد المسرح المدرسي ومسرح الجامعه. صحيح. وهي الموهبه عندك بانت كده، يعني المدرسه وكل بانت فيها الموهبه. صحيح. عادل امام. صحيح. كل ده خريجين مسرح المدرسه ومسرح الجامعه. صحيح. فالحقيقه ما حدث في اخر يعني 40 50 سنه من عدم النظر باهتمام للمزيكا وللمسرح ومش عايزين نقول يعني الاسباب، لكن في الاخر ادى الى ان الناس تخيلت ان الفن حرام. صح. وده دخلنا في منطقه صعبه جدا، ودخلنا في تطرف، ودخلنا في ظلاميه. طب انا عايزه اقول لك حاجه، انا يعني كلمه تقدر يعني دي كلمه فيها تحدي، واحنا متعودين عليك في التحدي ده، فتقدر يعني معناها تقدر وتكمل، تقدر وكمل المشروع، تقدر تعمل كل حاجه. الحقيقه هي المسرحيه اخراج بتول عرفه، واشعاري تاليفي يعني، واشعاري وتاليف ايهاب. هنسمع غنى بقى وحاجات حلوه. عبد الواحد كل هي ميوزيكال يعني، هي ميوزيكال، مفيش شرنوبي وكارول سميحه، يعني هتكون ميوزيكال تحفه. والشرنوبي والاطفال اللي بيغنوا ان احنا منحيينهم، وكلهم موهوبين وكلهم، وهي المسرحيه معموله لسن معين اللي هم لغايه ثانوي يعني. أيوة. يعني عندنا من سن 6 7 سنين انك انت تقدر تحقق حلمك، احلم وتقدر تحقق. كل انسان على قد اللي بيحلم بيه، حلمك كبير هتحققه. والله وانت بتتكلم عارف، انا سعيده للتلاميذ، سعيده بانه مش بس عشان شركه المتحده عامله هذا التحدي، لكن حقيقي ان تبقى في دوله عندها هذا الوعي انها بقى طبعاً تطلع الموهبه من التلاميذ، بدل ما نشوف الولاد بيعملوا قاعدين على الموبايل وعلى التاب وعنف وتنمر، لا يغنوا ويمثلوا ويبدعوا. وهقول لك على حاجه كمان، احنا ان شاء الله ان شاء الله ده يعني المسرح المدرسي دي ده بدايه، ده قص الشريط، لكن احنا بصدد يعني انا برضو تقدمت الاقتراح ان احنا ممكن نلف في محافظات مصر ونطلع المواهب من المدارس. انا في الشعر، وغيري في التمثيل طبعاً، وغيري في المزيكا طبعاً، وغيري وغيري، نطلع ولادنا الموهوبين ونديهم الفرصه. ومصر ولاده يعني، مصر دي ولاده طبعاً. يعني طبعاً احنا طول ما احنا ماشيين بنشوف مواهب. طب انا عايز اسالك سؤال، اقنعته ازاي بقى الاسماء الحلوه الرائعه دي، يسرى، كارول سميحه، اعتقد في حنان مطاوع، الاسماء محمد فراج، محمد فراج، شرنوبي، يعني اكرم حسني، اكرم حسني، اقنعتهم ازاي؟ بصي يعني انا عايز اقول لك ان يعني هي دي قيمه القوى الناعمه.
إذا كان لك رسالة في هذه الحياة فما أعظم أن الرسالة دي تبتدي من الأولاد الصغيرين. صحيح. إحنا كلنا وده يعني الكلام اللي أنا كنت بقوله هم الحياة يعني إحنا محتاجناش وقت كبير لإقناع حد. صحيح. يعني أول ما بنقول لهم المسرح المدرسي ودي عمل كذا والعمل طبعا الحمد لله يعني الناس مقتنعة بقيمة العمل نفسه طبعا بيقروا وبيعملوا وبتقول عرفة مخرجة عظيمة وهايلة والحقيقة عملت مجهود غير طبيعي وامكانيات اللي معموله في مسرحية حضرتك هتتفرجي عليها انا حاجه اتفرج لازم طبعا هتشرفي حاجه جمالها ده حاجه مبهره. طب انت كاتب حاجه بتبدا بتقدر اكيد انا عارفه انت لا انا قافل بتقدر. انا قافل بتقدر يعني انا قافل المسرحيه كلها بعد ما اقدم نماذج لكل العظماء المصريين على مدار التاريخ وان هم كانوا زينا زيهم. صحيح. يعني اي حد من اللي بقى سويه اللي هو كان طالب في كليه علوم في اسكندريه زي زيك. صحيح. وكان طفل عادي جدا جدا ونجيب محفوظ ومحمد صلاح وكل هذه النماذج المشرفه. صحيح. هم كانوا زيك بس هم اشتغلوا على حلمهم فقدروا فانت تقدر بمنتهى البساطه. أكيد كلام جميل والحقيقة أنا متشوقة جدا لهذا العرض اللي إن شاء الله هيبقى فتحة خير كتيرة على وعي كمان الطلبة والطلبة يبقى عندهم أمل. على فكرة لما بتدي الطفل الصغير أمل كده بأنه يقدر طبعاً. وأنه يطلع دي حاجة لطيفة والأسرة كلها بتنتعش يعني الطفل الموجود في أسرة البيوت كمان بتنتعش وفي كل المجالات يا شيختي مش انت مش لازم بس تبقى لعيب كوره ولا بس تبقى فنان انت تقدر تبقى عالم تقدر تبقى صحيح. طبيب عظيم وتقدر طب تبقى انا عايز اعمل معاك اتفاق بما ان احنا زملاء يعني قدام قدمنا حاجات كتير مع بعض بعد ما نعمل العرض ده تشرفنا هنا بقى ونتكلم على التجربه بعد العرض انا عايز اعرف انطباع الاطفال في المره دي ان شاء الله عينيا يا شيختي تحت امرك أكيد. طبعا بالتوفيق دايما انا اعتبر نفسي ببيتي لما اجيلك طبعا بيتك اكيد في اي وقت سيناريست الكبير وطبعا دكتور مدحت العدل مؤلف المسرحية وأيضا هو مبدع دايما طول الوقت دايما بيتحدى كل حاجة حلوة بشكرك شكرا جزيلا وفي انتظار هذه المسرحية بداية المسرح المدرسي في 2023 بتقدر الفكرة والمشروع الرائع اللي مقدم اللي بيكتبه دكتور مدحت العدل وطبعا بتقدمه المشروع ده المتحدة للخدمات الإعلامية إن شاء الله يبقى حاجة حلوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ده شيء جميل. النهاردة قلنا أخبار حلوة أنا مبسوطة بيها ببقى حابة قوي لما أجي هنا في التاسعة سهلة قوي إن احنا نقعد نقول كلام تقيل بس ما يبقاش يعني ما يسعدش الناس في البيوت. الإعلام اتعمل مش بس علشان احنا نقول حاجات مهمة ونشرحها ونقول التفاصيل لكن كمان يبقى فيه جزء من الاستعاد كده الناس كده يعني تبقى قاعدة حاسة بالسعادة. المسرحية دي هتشوفوها أو هتبقى موجودة يوم 8 و 9 يناير 7 و 8 يناير وإن شاء الله 7 ده يوم عيد إن شاء الله لإخواتنا المسيحيين و 8 يناير بإذن الله تبقى عرض حلو وحاجة جميلة إن شاء الله. الفقرة اللي جاية فقرة حصاد حلو جدا هنتكلم فيه وحصاد رقمي هتسعدوا فيه لأن إحنا هنا حاولنا وحاول طبعا رئيس تحريرنا يعني الحقيقة أستاذ مصطفى حمدي حاول إن هو يرصد ليكم الحصاد ده من محافظات مصر. إحنا مش عايشين في جزيرة لوحدنا جوه محافظة القاهرة مصر كلها بتعنينا لأننا التلفزيون يعني التلفزيون المصري تعني مصر كلها. فإذا الحصاد فني هيكون إزاي ونشوف أهالينا في محافظاتنا المختلفة بيسمعوا إيه بيحبوا إيه وبيتابعوا مين كل ده إن شاء الله هيكون معاكم بعد قليل. نجوم بحث ونجوم بحث عنهم المصريون في 2022 مين هم المحافظات فصل قصير واستكمل معكم بإذن الله التاسعة ما تروحوش بعيد. خليني أروح معاكم كده لتحليل في ختام العام عن أدوات البحث في جوجل ومنصات الموسيقى العالمية عن النجوم الذين بحث عنهم المصريون. يعني تقول إيه المصريين يا ترى دوروا على مين أو كانوا بيبصوا على مين على الإنترنت وعلى جوجل ومنصات الموسيقى في 2022
ايه الاغاني المصريه اللي كانت اكتر استماع؟ سمعوا ايه؟ ايه اللي كانوا بيحبوه؟ ايه اللي كانوا بيشوفوه؟ ايه اللي كانوا بيدوروا عليه؟ مين الفنانه اللي المصريين بحثوا عنها وعن اخبارها وعن اغانيها وعنها طول العام؟ مين هي؟ وده طبعا زي ما قلت لكم سواء جوجل، وكمان خليني اعرف ايه المحافظات الاكثر بحثا وشغفا بالنجوم. يعني بمعنى ايه؟ يعني هل في محافظه اكتر من الثانيه؟ اه طبعا، انت مش عارف مزاج الناس في كل محافظه ايه. في محافظه مثلا بتحب مطرب معين، موسيقي معين، حاله، نجم معين. خلينا نعرف كل الحاجات المبهجه دي، حصاد من نوع جديد في بحث كده. خليني اروح مع ضيوفي طبعا الناقد الموسيقي امجد جمال. مساء الخير يا امجد، اهلا وسهلا بيك. وايضا معايا المحلل الموسيقي والفني محمد شميس. مساء الخير يا محمد. اهلا بك. خليني ابدا معاكم كده، عايز اعرف يعني قول لي، يعني نسال كده امجد، قول لي يعني احنا يعني في الحال ده انت شفت المصريين كانوا بيدوروا على مين اكتر على جوجل وعلى منصات البحث؟ هو الظاهره الايجابيه جدا ان في يعني تنوع في الاهتمامات، يعني ما فيش اهتمام لتيار بعينه من الموسيقى. في ناس بيسمعوا الاغاني التقليديه اللي احنا عارفينها، البوب او الاغاني الكلاسيكيه المينستريم، وفي ناس بيدوروا على المهرجانات، وفي ناس بيدوروا طبعا على اغاني الراب مثلا، ابتدت تصعد في السنتين الاخيرتين بشكل ملحوظ جدا. كله يعني كله الناس سمعت اللي بيقدم شيء ذات قيمه دلوقتي ذو قيمه بيتسمع يعني بس كمان البحث، محركات البحث هي اكتر بتدلنا على مين الفنانين المثيرين للفضول اكتر من مين الفنانين المؤثرين. يعني في فنانين انا مثلا مش هدور على عمرو دياب مثلا، مش هبحث عن عمرو او مش هبحث عن محمد حمائي، لان انا عارف هم فين، عارف شغلهم، فنهم فين. على اغاني معينه، اخبارهم، ممكن حاجه جديده حاجه صح. بس في الغالب هدور على حد جديد لسه، ظاهره جديده. اذا حد زي مثلا في اغنيه زي بقى امرت مين مثلا لفريد، اللي هي لو جاي في رجوع انساني، دي من الاغاني اللي لفتت الانظار، ان هي اغنيه لشاب جديد جدا لكن كسرت الدنيا او انتشرت بشكل الناس الصوت ده مش غريب علينا، بس احنا عايزين نعرف الاغنيه دي. طبعا كمان الاخبار والاحداث المثيره للجدل، زي مثلا شيرين عبد الوهاب مثلا، كانت من الفنانين يعني اتبحث عنهم كتير، لا لفنها بس للكواليس اللي بتدور حول حياتها الشخصيه. أخبار. طيب انا عايزه اروح هنا ايه من التحليل الموسيقي بقى، يعني برضو تقول لنا يعني عايزه اعرف منك محمد، قول لي دلوقتي الناس زي ما استاذ امجد قال، عايزه اعرف برضو منك الشباب هم اكتر الناس بتبحث يعني وبيدوروا فعلا. هل انت شايف ان احنا نقدر نقيسها بفئه عمريه ولا نقيسها بمحافظات؟ يعني في القياس محافظات مثلا يعني بتميل لنجوم معينين، وفي بالقياس فئات عمريه بتميل لناس معينه. صحيح. هو دلوقتي المنصات والارقام اهم حاجه من الرقم، بقى الرصد بتاعه هو الدلاله بتاعه الرقم ايه. فانا عندي لكل منصه في الجمهور بتاعها، يعني يوتيوب هو يعتبر اكثر حاجه نقدر نبني عليها لان هو مجاني ومتاح للجميع. لكن مثلا لو على منصه زي تيك توك فدي جمهورها بيبقى اغلبه مراهقين. في منصات مثلا موسيقيه زي مثلا سبوتيفاي برضو بتبقى مراهقين اكتر. أنغامي مثلا شاري مكتبات معظم الشركات الموسيقية، فده نقدر بيبقى ليه جمهور أوسع شوية. طب تدينا أمثلة كده وإحنا بنتكلم بقى، يعني إحنا على 2020. يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على يوتيوب فهنلاقي أكتر حد اتسمع، أكتر أغنية اتسمعت هي لسه وسعد المجرد من أول دقيقة، عاملة 304 مليون مشاهدة. إحنا معانا الصورة هي على الشاشة. إليسا وسعد المجرد، دي أرقام المطربين الأكثر استماعا. الأكثر استماعا إليسا الأولى، إليسا وسعد المجرد. يعني برضو خلينا وإحنا بنقول نشوف كده التحليل، يعني كان إيه السبب؟ اتفضل أستاذ. أول حاجة عشان هي الأغنيتين فيها اتنين من نجوم البوب كبار جدا، ونتكلم على إليسا وسعد المجرد. سعد عنده شعبية كبيرة جدا في الدول شمال أفريقيا، وليسا نفس الكلام بقى واخده في الوطن العربي وأصالة كله. كمان تاني واحده، هل هنا اقدر اقول كمان الحاله الغنائيه اللي عملتها إليسا مع سعد المجرد في الاغنيه عملت هذا البحث؟ انا مختلف بقى شويه، يعني بالناحيه الفنيه انا ما بشوفش ان الغنوه دي ينفع نقول مثلا عليها الاغنيه المشتركه، واعتقد برضو امجد يشاركني في الموضوع ده، لان هو احنا بنعمل اغنيه تقريبا لفنان وبعد كده بنقعد بقى نقسمها، ده هيغني الكوبليه ده وده هيغني الكوبليه ده، لكن ما فيهاش مفهوم الاشتراك الاثنين. طب يعني خلينا ده نقول ده البحث بالنسبه للناس، يعني الناس هي الناس مهتميه طبعا بيها،
وفي جزء منه برضو ليه علاقة بحالة الجدل. الجدل أحيانا بيزود الموضوع ده، كان في حاجات ضد سعد لمجرد وقت نزول أغنية، فده برضو يعني ساهم في انتشارها نوعا ما أكتر، إن الناس تفضل في حالة البحث. يعني في جدل سلبي نوعا ما عليه كان وقتها، كان في قضايا وحاجات كده اللي هي كانت نازله في اول السنه دي. طب بما انك بتقول الجدل استاذ محمد، استاذ امجد عايز اعرف الجدل برضو عند الناس، الجدل والحكايات وكده، ده اللي حصل زي ما قلت مع بينجح اغاني دلوقتي. الجدل بينجح اغاني يعني شيرين في الفتره الاخيره ما بتقدمش بس هي شيرين موجوده في محركات البحث عشان اخبارها. لكن الجدل بينجح اغاني موجوده كشخصيات يعني يعني مثلا الجدل نجح اغنيه البخت الويجز، لان هي ارتبطت باشاعه معينه كده اثيرت ان الاغنيه دي اتكتبت عن واحده معينه، فنانه معينه على علاقه بويجز او مش على علاقه بيه، فالناس اثرها الفضول بقى تسمع ايه الغنوه اللي بيغنيها ويجز لفنانه فبقى هو في محركات البحث الرئيسيه، الناس الفضول زاد يعرفوا سمعوا الاغنيه فالاغنيه انتشرت فنجحت. في اغنيه برضو تعالى دلعك لبهاء سلطان ونصر محروس، والحكايه ان في كواليس الموضوع وراء حكايه. طب خلينا نشوف الصوره دي، الناس عدد الناس اللي بتدور على طبعا الراب وعلى ويجز، يعني برضو ده خلينا نشوف دي محافظات. واضح طبعا ان في محافظات كتير دورت على ويجز، فدي كمان هتبقى محافظات. انت عندك كمان هنا الحقيقه، عندك وده انا اللي بقف عنده، اللي هي فكره بقى المحافظات. يعني دلوقتي احنا لما نيجي نشوف مثلا هنا، يعني انا واقفه هنا عند محافظات بعينها، وده عجبني انه في محافظات بعينها دلوقتي نقدر نقرا عن المحافظات. يعني لما ويجز مثلا الاقي هنا بتقولي بورسعيد، السويس، اسكندريه اكتر المحافظات بحثا عن اسمه، فبتقولي ايه التحليل؟ مثلا ناخد استاذ محمد، اسكندريه طبيعي ومنطقي لان هي في نوع من الانتماء، لان هو ابن المدينه وهو دايما، فاذا اسكندريه لازم تبقى موجوده في المحرك البحث. بس في بورسعيد والسويس، ما هو برضو هو الغنى برضو بتاعه ساحلي، يعني في السواحل الموجوده في التكوين بتاعه دايما بيتكلم عن المواضيع دي، ودي برضو مدن فيها شباب وهو بيمثل الجيل الجديد من الشباب. محركات البحث اثبتت ده، بورسعيد، السويس، اسكندريه لصالح ويجز، لان دي فعلا المحافظات اللي فيها الطبقه المتوسطه، الطبقه المتوسطه العامله اللي هي الطبقه يعني كانوا بيسموها ساعات برجوازيه، مش برجوازيه بس هي طبقه متوسطه. لا هي كان فكره السواحل دايما بيبقى فيها اطلاع على الاخر، واحنا بنتكلم برضو على انواع موسيقيه مستورده ما هياش اصيله نوعا ما، احنا بنتكلم على راب امريكي جاي من بره ممصرين، وبنتكلم ليه اوضاع يعني. بس خد بالك احنا بقينا نعيش زي ما بنقول في العولمه، صحيح. فالشباب دلوقتي منفتحين وبيشوفوا وبيسمعوا وبيقارنوا. طيب خليني اخد معاكم اكمل الكلام، وبرده يعني هنقف مع حضراتكم في محافظات كتير، هنقف في السويس، الدقهليه، البحيره، بورسعيد تاني، اسكندريه، دمياط، البحيره، بني سويف، الاقصر، اسوان، مطروح، السويس، عشان تعرفوا اختاروا مين وبحثوا عن مين، فنانين أو مطربين. كملوا معانا بعد شوية في التاسعة. ورجعنا مرة تانية. الفقرة دي الحقيقة فقرة لطيفة عشان هتخليكم كمان تعرفوا الدنيا ماشية ازاي في الموسيقى والغنى والناس بتروح فين. أنا هرجع تاني أستاذ أمجد، وانت عايز تقول لنا عن الأرقام والمنصات، فعايز تكلمني عن ايه؟ طبعا المنصات الغنائيه دلوقتي بقت ملاذ للجمهور اللي عايز يسمع، لان خلاص الاسطوانات او الشرايط الكاسيت بتاعت زمان خلاص ما بقتش بتاع، يعني المنصات بقت هي المكان اللي الناس بيسمعوا فيه الاغاني، فهي بقت هي مؤشر كبير لقياس النجاح اكتر من المبيعات زي زمان. مظبوط، معانا على الشاشه. بالظبط، فاحنا بنلاقي ان طبعا عمرو دياب في الاول 350، هو بالمناسبه هو تخطى الارقام دي لغايه شهر نوفمبر 30 نوفمبر من يناير. هو ترتيبه الاول عمرو دياب، هو وصل لحوالي 400 مليون دلوقتي. 400 مليون في المركز الثاني طبعا ويجز، بس هو في ملحوظه كمان ان ويجز معظم استماعاته لأغنية واحدة اللي هي البخت يعني دي اللي رفعته جدا، هي اللي محققة الرقم ده. وهي بتصير برضو علامة، يعني علامة استفهام ان ويجز تخطى رمزين من رموز موسيقى البوب اللي هم تامر حسني ومحمد حماقي. ايوه، رغم ان مثلا تامر منزل ألبوم
كامل ومنزل ألبوم الفيلم بتاعه كمان ألبومين. وحتى أحمد سعد كمان تحت أحمد رغم أنه أحمد سعد برضو 86 مليون كبير. بس رقم كويس جدا. أحمد سعد يعتبر قفزة كبيرة جدا أنه هو يدخل التوب 10 ويبقى في المركز الخامس في منصة أنغامي. أنا شايف أن ده إنجاز لأحمد سعد أنه هو يتحط اسمه مع عمرو دياب، مع تامر حسني، مع محمد حماقي. يعني احمد سعد كده بيتبوأ مكانه في موسيقى البوب. يعني مروان موسى مفاجاه، يعني بصراحه فاجئني مروان موسى ان هو بصراحه وعامل شغل كويس جدا. عصام صاصا وتامر عاشور برده بذل مجهود الحقيقه. عصام صاصا بس انا عايز اعلق عليه ان هو مطرب مهرجانات طبعا، بس هو في خدعه هنا. هو عصام صاصا بينزل كل يومين اغنيه او ثلاث ايام، احنا حسبناها حوالي 94 اغنيه في السنه. فهو يعني ارقامه دي مش معبره قوي عن مدى تاثير اغانيه. هو طب انا عايزك تقول لي المقارنه دي وانا هاخدها هنا من عند استاذ محمد عمرو دياب محقق الرقم ده وبعدين اصاله نمره 10. يعني بالنسبه عمرو دياب مجموع عمرو دياب ويجز زائد تامر زائد محمد حماقي كلهم اتسمعوا قد عمرو دياب. يعني دي برضو حاجه قويه جدا. وعلى فكره انا لاحظت حاجه، يعني ممكن حد يقول ان عمرو دياب راح حصري الانغامي فطبيعي ان هو يتسمع طبعًا. بشكل لا، انا رجعت الارقام 2020 و2021 الاكثر قبل ما يكون حصري، لقيت ان هو برضو نفس المعادله دي، ان المركز الثالث والرابع والثاني مجموعهم بيكون قد مجموع عمرو دياب دايما. يعني هو بيتسمع يعني هو سابق حتى السابق اللي بعديه بمسافه شاسعه. يعني طيب دي حاجة برضو. هو لو مش موجود كمان على اليوتيوب، يعني هو مش نمر واحد على اليوتيوب لان هو شال اغانيه من على اليوتيوب وراح طبعا منصة مدفوعة الاجر، ودي بتديله اصلا كريدت زيادة لان هو اللي بيقدمه هو تقريبا الوحيد اللي هو انا بدفع عشان اسمعه فهو اللي بيقدمه ذات قيمة. يعني الشركات تسعى لاحتكاره لان هو عارفين ان الجمهور هينزل من هيدفع فلوس من جيبه عشان يستمتع بيه. فدي حاجة على اليوتيوب. منصة انغامي واضح جدا ان اعداد المستمعين بتوعها زادوا عموما الاشتراكات زادت السنه دي عن السنه اللي قبلها. يعني احنا بنتابع دايما، كان عمرو دياب السنه اللي فاتت كان واقف عند 250 تقريبا او 230 مليون استماع، بس احنا وصلنا 300 وشويه. والمركز اللي بعده كان حوالي 100 مليون. فدلوقتي بنتكلم في ان كله ارتفع، مش بس عمرو دياب، يعني كل اللي حواليه ارتفعوا. طيب شكلنا كده على الشاشه في المحافظات. هنرجع تاني للمحافظات. يعني عندي مثلا وهنا برضو هسأل، يعني بصوا الأرقام بتاعت المحافظات. خليني أسأل يعني أسألك أستاذ محمد، يعني مثلا لما أنا أشوف المحافظات الأكثر بحثا فلاقي مثلا سويسرا، أهلية، بحيرة أكثر المحافظات بحثا على محرك البحث جوجل أحمد سعد. فأنت تقولي ده أنت شايفه إزاي؟ شايفه أن أحمد سعد بقاله 3 سنين هو دلوقتي بيجني ثمار، أنه هو بيحاول يقدم أشكال موسيقية مختلفة تعبر عن قطاعات كبيره جدا. يعني بيقدر يقدم الغنى العاطفي، بيقدر يعمل ديوهات مع ناس بتسمع مهرجانات، بيعرف يعمل اغاني مع ناس بتغني راب، بيعرف يعمل اغاني اعلانات مسلسلات. فحاله التنوع ده هي اللي بيخليه يبقى هو انجح فنان السنه دي، بيقدر يقدم نجاحات جماهيريه. هل اقدر اقول احمد سعد وصل للخلطه السحريه؟ هو قناه دلتا صعيد ساحل، يعني هو مقفل اللعبه. سويس ده اهليه بحيره، يعني جاب مصر خلاص. يعني جاب الدلتا، جاب الصعيد، جاب القناه، جاب الساحل. يعني فاحنا بنتكلم ان هو فعلا بيقدم، يعني مثلا وسع اغنيه واخد سكه المهرجانات او الراب شويه. صحيح. عليك عيون رومانسيه كده شيك. صحيح. اغنيه اليوم الحلو ده اليوم لكل الحلو العالم، ده كل العالم تسمع اليوم الحلو ده. فاحمد سعد طيب هتلاقي هو تاني عمرو دياب برضه يتصدر طبعا بورسعيد بلده ومعها اسكندريه. دايما بورسعيد واسكندريه مع بعض ودمياط. طبعا بورسعيد ودمياط ممكن اكتر محرك البحث عن عمرو دياب. هو بره لما بيجوا يكتبوا مقالات عن عمرو دياب مسمينه هو الاب بتاع موسيقى دول البحر المتوسط. فده الطبيعي ان هي البلاد دي الساحليه هو الخلطه بتاعتها الموسيقيه، هو ابوها اصلا في العالم كله، حتى في دول زي اليونان. حتى في الكلام ده هو الجونر موسيقيه معينه كده، هو عمرو دياب هو في اليونان معروف جدا. هل اقدر اقول هو عمل اثبات استمرار النجوميه؟ انا اقدر اقول عمرو مكمل بيثبت استمرار نجوميته 30 سنه، ما حدش يتسمع اكتر منه. ممكن اغنيه لفنان معين تتسمع اكتر من اغنيه عمرو دياب في السنه، لكن التوتال بتاع عمرو دياب دايما هو الاكتر. الاكتر يعني انا هسمع عمرو دياب القديم كله، هسمع شويه من الجديد. حتى في اليوتيوب بنلاحظ حاجه مهمه جدا. هو رغم انه شال اغانيه لكنه مازال جايب نص مليار استماع في اليوتيوب. ده ايه؟ ده بتملي معاك، ده بحبيبي يا نور العين. لسه موجوده. بس ترتيب اليوتيوب ايه يعني؟
ترتيب اليوتيوب احنا عندنا طبعا اليسا في الاول، اليسا حوالي 930 مليون. تمام. بعد كده في اصاله. احنا في مفارقه غريبه ان أيوة. اول مره تقريبا من سنين طويله ان تكون مطربه ست، نايمة ام كلثوم تقريبا. صح. تكون مطربه ست هي المتصدره في اي شارت غنائيه. وده عشان غياب عمرو دياب. ده غياب عمرو دياب طبعا. تمام. بعد تمام. كده في احمد سعد بقى وسعد المجرد مع يعني بعض. يعني اصاله ترتيبها الاول اكتر. اصاله الثاني بعد اليسا، بعد كده سعد المجرد. على الشاشه. بعد كده سعد المجرد. بعدين سعد المجرد ب 861، وراه احمد سعد على طول مش بكتير يعني 859 مليون احمد سعد. حماقي لسه ما زال ان هو برضو. لا بس قادر. احمد سعد مهم جدا بقى نوقف عنه لان هو عمل ده بحوالي ست اغاني بس. اليسا، اصاله، سعد المجرد، يعني احمد سعد حماقي، عبد المجيد عبد الله، حسين الجسمي. شيرين. شيرين متاخره هنا، انت رايكم ايه في موضوع شيرين وتامر؟ عليهم علامات استفهام. رغم شيرين وتامر، رغم ان شيرين اخبارها كتير لكن الغنى مش موجود، مفيش انتاجات. موجود السنين الشغل القديم لكن مش الشغل الحديث. هي كانت عامله اغاني نزلت في نهايه السنه اللي فاتت في شهر نوفمبر تحديدا، نزلت 3 4 اغاني كده وغابت عن توب 10، وهي لسه بتزال غائبه. يعني هي ملهاش غنوه واحده في قائمه الاكثر اغاني. لكن هي كمشروع على بعضه مسموعه. نفس الكلام ده لكن مفيش جديد، عشان كده مفيش بتاعها محرك البحث. لان القديم بتاعها قوي، قادره تعيش برضه. قادره تكمل بالقديم بتاعها. تامر حسني في الترتيب اللي احنا شفناه، تامر وضعه شويه مقلق لان هو منزل البومين، البوم فيلم بحبك والبوم اللي هو ليه طال اللي كان فيه. فهنا في يعني تامر معاه حوالي 20 اغنيه جديده او 18 اغنيه جديده. فكان لازم ترتيبه يكون اعلى من كده. بس ستيل هو كمطرب بوب، يعني احنا شايفين العشره الاوائل زي ما شفنا موجود فيهم معظمهم بوب. طب انا هجري بسرعه. اصاله مثلا هنلاقي محرك البحث في المحافظات، بحيره، بني سويف، اسكندريه. اسكندريه نشيطه جدا في البحث. انا مش شايفه القاهره، هو ايه الحكايه؟ يعني القاهرة مش متصدرة، ناس في القاهرة مدوشين. بالمناسبة هما بيصنفوا القاهرة في جوجل لقسمين، القاهرة الجديدة والقاهرة. أيوة. يعني بس ولا الجديدة ولا بتاع محافظة. الناس في القاهرة ما بيسمعوش أغاني. لا بيسمعوا بس هما متوزعين أكتر، مع يعني مش داخلين كده على حاجة بعينها، لأن هي برضو بتلم مختلف بس الثقافات. بس هنا مثلا عند أصالة ظهرت البحيرة وبني سويف. يعني بحيره وبني سويف في محرك البحث بالنسبه لاصاله مش موجوده مثلا زي الباقي. يعني هي اصاله كمان ليها اغنيه اللي هي اغنيه صعيدي، بنت اكابر. فدي الاغنيه. أيوة. دي برضو عامله وناجحه جدا. حسين الجسمي، بورسعيد، الاسماعيليه، الاقصر. يعني الاقصر هنا يعني بحث عن حسين الجسمي بالنسبه لي. هو كما هو جايب محافظات مصر كلها قبل كده، فكله. أيوة هو برضو مسموع جدا وعامل في الاغاني. يا رب تكون بخير لسه اغنيه نازله جديده طبعا. يعني اغنيه جميله جدا بصراحه، وهو حسين الجسمي محبوب جدا في مصر، فطبعا طبيعي هو طلته الناس بتحبها. ومعظم اغانيه طيب. مصريه اللي ناجحه اللي جايبه الملايين. صحيح. هي باللهجه المصريه طبعا، ناجح بلهجتها طبعا. طب يعني هسالك هنا استاذ محمد، شيرين عبد الوهاب محرك البحث عنها في محافظات كالتالي: أسوان، مطروح، سويس. يعني من الجنوب للساحل لمحافظات القناة. دي أكيد حاجات ليها علاقة بالأزمات بتاعتها، يعني مش بالغنى. لا خالص، مربوطة بالغنى خالص. لأن كمان يعني الأرقام برضو أنا ما أقدرش أسلم بيها حتى لو موجودة في المشاهدات. ده جوجل. لأن هي طالما أنا ما بسمعهاش بوداني في الشارع، ما بشوفش تفاعل على السوشيال ميديا بيها، هو في تعاطف وده بيدل على نبل المصريين، حد فيه محنه متعاطفين معاه. لكن على المستوى الفني هي غير مؤثره على الاطلاق، وبقى لها سنوات كده. يعني هي بتنجح ليها ان شاء الله 2023 يبقى عندها شغل اكتر. انا عايزه اغنيه كل كام سنه يعني. سريعا اجري لان الوقت خلاص. المهرجانات طبعا، واحنا شايفين كان عندها ازمه مع النقابه ومساله ترند. فعندنا عنا بقى حسن شكوش، عمر كمال. أنا شايف إن أزمة النقابة هي اللي أثرت عليهم، لأن هم كانوا في الأول ناجحين تحت الأرض، يعني على اليوتيوب، على منصات بيتسمعوا. أثرت عليهم ولا هي كانت تصحيح؟ لأنه كمان النقابة بتحاول تصحح. هو النوعية الموسيقية نفسها يعني قلت شعبيتها قلت في السوق المصري. المصريين مزاجهم في 2022 غير 2020 مثلا. 2020 كان المهرجانات طالعة قوي. السنة دي لا. السنه دي احنا بنتعافى من المهرجانات. مش هتقول بنتعافى لان هي اذواق، يعني انا ما بحبهاش بس بس هي لا، هي طبعا ادائها
حسن شاكوش بنتكلم عامل حوالي 200 مليون. اه بنتكلم مثلا إليسا عامله 900 وحاجه، وحسن شاكوش اللي هو البيجست ستار بتاعهم يعني. النهارده من شويه كان لقائي مع في مداخله مع رامي صبري، وعنده 3 اغاني تريندنج على يوتيوب، ودي برده حاجه حلوه، اغاني الرومانسيه بتعود تاني. يعني حاجه لطيفه، بس برده لازم نوضح ان الترند ده ما يبحث عنه الناس في الوقت الحالي. لكن لما الفيصل حقيقي ان لما اجي في نهايه السنه هشوف ده عامل ازاي. وبرضو موضوع المهرجانات ده انا بشوف ان هو يعني اكتر منه القيود اللي اتفرضت من على النقابه هي اللي هبطت الموضوع، لان العفويه بتاعته دي هي اللي كانت مخلياه يبقى مختلف. لكن اما خليه يبقى هو عايز يبقى زيه زي باقي الناس، وانا ما هو لازم يكون في انضباط برضه، النقابه برضه دورها هنا انضباط، يعني ما يبقاش بقى الانضباط كله في الحفلات بس. مقتصر على الحفلات يعني، هو في طبعا في تضييق من ناحيه الحفلات وانضباط وهتغني كلام معين وكده، بس في الاغاني اللي بتنزل على اليوتيوب هو يقدر ينجح على اليوتيوب، ما نجحش. بس منجحش. هو ما نجحش على اليوتيوب. توقعاتك 2023 للغنى بشكل عام؟ مزيد من البوب، مزيد من التراجع للمهرجانات. الراب هيطلع كمان تاني بفضل برضو اللي لسه فضول، الراب يبقى ويجز ومروان بقى موسى مكمل شويه. مروان ممكن يطلع اكتر من كده، لان مروان عامل شغل كويس. ممكن يسبق ويجز شويه بعد كده. هو عجبني اكتر السنه دي يعني، انا عجبني مروان مجهود. السنه دي عامل مجهود اكتر واشاعات لا موجود في لستة كبيره مهمه بالظبط، وتلميع اقل يعني برضو. ويجز شويه برضو متروج له شويه في الاعلام. لكن استاذ محمد 2023 للغنى والموسيقى والمنصات، انا شايف برضو ان هيفضل في ازمه للمهرجانات بسبب القيود اللي بتعملها النقابه، واتمنى الراب يعرف يفلت من القيود دي، لان ما ينفعش اكبر حد ان هو بيلعب مزيكا الكتروني اقول له تعالى العب اكوستيك او تعالى العب بمزيكا حيه. وشايف ان المغنيين البوب كمان اتعلموا من وجود المهرجانات ان هم يبقى عندهم اللغه بتاعتهم تبقى اقرب للشارع، بدل ما هي كانت معلبه نوعا ما او بتعيد تدوير الكلمات. ويبقى فيها نوع من انواع الرقي في الكلمه كمان بالظبط يعني. وان هم يقربوا للشارع اكتر ويبقى أكيد. في افكار عاميه ولكن برقي. برقي. انا بشكركم شكرا جزيلا. كل سنه وانتم طيبين. المحلل الموسيقي والفني محمد شميس، وايضا الناقد الموسيقي امجد جمال. اما انا بالنسبه لمشاهدينا، ماذا اتمنى لعالم الموسيقى؟ اتمنى الرقي والغنى والفن يفضل موجود متنوع، شعبي وراب وكله، بس كله يبقى في إطار دي مصر ولادة. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، كلنا بنغني وبنحب المغنى، ويا ليلي عندي مكتوبة باسمك يا مصر، تفضل راقية جميلة ومتنوعة. دي كانت آخر حلقة ليا أنا في 2022، هلتقي بيكم بإذن الله الأسبوع الجاي، نكون بدأنا على كل خير ب 2023. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم كلكم بألف خير. افرحوا، ابتهجوا وتفائلوا، إن شاء الله تفائلوا بالخير تجدوا. عام جديد، عام سعيد نستقبله معاكم بإذن الله في التاسعة. غدا لقاء جديد في التاسعة، وتظل التاسعة هي مؤشر البحث ليكم دايما بكل خير. تصبحوا على ألف خير.